قبل ما يبدأ المقطع أتمنى أنك تحط زر اللايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد، وأتمنى أنك تنشر الرابط لأصحابك اللي يلعبون لعبة Red Dead Redemption 2 عشان يستفيدون وأنا أستفيد. شكرا لك. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح اعلمكم كيف تزيدون طاقة اللاعب حقكم او هيلث اللاعب حقكم ويصير ما ينزل بسرعة وتاخذ دمج اكثر وتنزل من طاقتك قليل. طبعا حركة جدا جدا سهلة وتقدر تسويها في اي شابتر من شابترز اللعب. فيلا نخش في المقطع. خلونا نشيك على كم طاقة اللاعب حقنا. سوي ستارت، بعد الستارت روح عند بلاير، خش على آرثر مورغان، بعدها راح تخش على الهيلث. راح تحصل الخيار الثاني كم ليفلك في الهيلث او كم لفلت في هيلث الشخصية. طبعا زي ما تشوفون في الجيم بلاي انا ليفلي 5 من اصل 8، فهذه الطريقة انا لفلت بها، ترى يعني جبت 5 ليفلات من الطريقة اللي راح اعلمكم اياها. فانت شيك كم راح يكون ليفلك قبل وكم راح يصير ليفلك بعد ما تسوي الحركة. بروجرس تو نيكست ليفل، هذه شارجتها. هرجتها بكل بساطة انه كم تحتاج تجيب ار بي عشان توصل للليفل الثاني. على سبيل المثال انا يبالي اجيب 550 عشان اوصل ليفل 6. الماكس هيلث او الفل من الهيلث راح يكون 8 من 8. ترى سهلة جدا نجيب 8 من 8 بهذه الطريقة. طبعا الطريقة بكل بساطة انك راح ترمي الاعداء بالتيموهوك او السكاكين اللي ترمي، راح اوضحها اكثر في الجيم بلاي، لكن قبل خلونا نوضح اللي هو من وين نجيب اللي هو التيموهوك او السكاكين اللي نرميها. طبعا راح نشتريها من اللي هو الفنسة والفنسر. هذا الشخص صراحة جدا مفيد وممكن تشتري منه مجموعة من الأشياء اللي 100% راح تستخدمها في لعبة Red Dead Redemption 2. أول شيء ممكن تشتري من عنده اللي هو الداينامايت أو المتفجرات اللي تفجر لك اللي هو البوابات إلى آخره. أيضا تقدر تشتري من عنده اللي هو التيماهواك واللي هو ثروينج نايف أو السكاكين اللي ترمي، راح تكون اللي هو الخيار الثالث والرابع. فحاول بقدر الإمكان إنك تأخذ منها فل، لأننا 100% راح نستخدمها وراح نلفل بيها بشكل جنوني. طيب الآن راح نبدأ في تطبيق الحركة حقنا. راح نقتل الأعداء باللي هو التيموهوك والسكاكين اللي نقدر نرميها على الأعداء، وأيضا كشيء جانبي تقدر تستخدم الفؤوس النادرة اللي جبناها ونزلنا عنها في القناة. فهذه الفؤوس لما ترميها على الأعداء أو التيموهوك أو السكاكين لما ترميها على الأعداء راح يعطيك 20% ار بي او زيادة للليفل حقك. من اول قلت لكم اللي هو 300 من 500، فراح يزيد العشرين على الثلاثمية، راح يزيد 20 على 300، راح يزيد 20 على 300 الين ما نوصل ل500. ما راح تلفل بسرعة بل انك راح تلفل بطريقة جنونية. حلوين؟ فانت حاول بقدر الامكان انك تستخدم هذه الطريقة عشان تلفل بشكل اسرع. يعني اذا خشيت لك اللي هو حرب او فايت في اي مكان كان، حاول بقدر الامكان انك على الاقل تقتل 3 4 5 بالتيموهوك عشان اقل شيء تضمن لك في كل حرب انك تزيد اللي هو 100 ار بي او 100 قلب او 100 هيلث في الليفل حقك. فالطريقة جدا جدا حلوة وجدا سهلة وتقدر تستفيدون منها. فبكل بساطة انك راح ترمي الاعداء بالتيموهوك او السكاكين اللي ممكن ترميها. طبعا السكاكين والتيموهوك تقدر تجيبها عن طريق اللي هو انك تتمي ضاغط على L1، بعدها راح تختارها عن طريق المكان حق الاسلحة وراح تقدر تستخدمها. كل ما تقتل واحد راح يزيدك 20 وراح تقدر تلفل بشكل اسرع واسرع واسرع. والله صراحة يعني ما راح توصل لتشابتر 3 او تشابتر 4 الا وانت ماكس هيلث 8 من 8، ويعني ما حد يقدر يقتلك وتقدر تستفيد من الهيلث بشكل اكبر واكبر واكبر. في ملاحظة مهمة جدا اللي هي انك لما ترمي العدو بالتيموهوك او السكين اللي ترميه لما تجيبه من رمية واحدة، يعني تقتل العدو من رمية واحدة، ترى تقدر تشيل السكين او التيموهوك اللي رميته.
فهمت كيف؟ يعني إذا قتلت العدو من رمية واحدة بالسكين كان أو بالتيم هوك، ترى تقدر ترجع تشيل السكين حقك ويضاف للإنفنتوري حقك. إذا رميت الفؤوس النادرة اللي قد جبناها في مقاطع سابقة، إذا رميت الفاس النادر دائما دائما أرجع شيله، لأنك إذا ما شلته راح يختفي من الانفنتوري حقك وما راح تقدر ترجعه. فحاول بقدر الإمكان أنه لما ترمي الفاس النادر أنك ترجع تشيله مرة أخرى. أيضا زي ما قلت لكم أنك إذا رميت الفؤوس أو التيموهوك أو السكاكين رمية واحدة وقتلت العدو، ترى تقدر تشيل اللي رميته وينضاف للإنفنتوري حقك. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام يا أحلى ناس.